مباحثة رئيس مجلس النواب السيد الحبيب الملكي مع الرئيس الشيلي الجديد سيباستيان بينيرا شكلت مناسبة لإبراز جودة العلاقات الممتازة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية الشيلي. جلالة الملك محمد السادس منحني شرفا عظيما بتمثيل جلالته في حفل التنصيب الرسمي للرئيس الشيلي، كما أن المباحثات مع رئيس جمهورية الشيلي شكلت فرصة للتذكير بجودة العلاقات الممتازة القائمة بين البلدين، ومناسبة تم خلالها التطرق إلى عدد من المحاور من ضمنها آفاق تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية. وعلى هامش مشتركته في حفل تنصيب الرئيس الشيلي الجديد، أجرى رئيس مجلس النواب المغربي مباحثات مع نظيرته الشيلية مايا فرنانديز أييندي، تم خلالها تسليط الضوء على جودة علاقات التعاون التي تربط بين المؤسسات التشريعية المغربية والشيلية. اللقاء مكن أيضا من تبادل وجهات النظر بهدف العمل عن كثب في ظل احترام أسس الدبلوماسية البرلمانية، ومن أجل جهود أمثل وتمثيلية فعالة للمؤسسات التشريعية للبلدين داخل المنظمة الدولية.